دونك اللي تزيدوا من بعد كان معناها بطلب من التلفزة وبلس طلب من العباد وكل شيء. اما راهي كانت تنجم توقف قبل خاطر طلب مباشر لك انت لا 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 لي انا والحكايه اللي خرجت اللي زدنا سيزون فما معناها بالركوبمون خدمة تتعاود الحكايه. وانا حتى الناس اللي خدمت معايا وقتها في الاداره كلهم بالرسمي يا اخي جاتكم تعليمات معناها خاطر انا ما اخر واحد انا موسمي صحيح انا نعرف اللي فما ممثلين استدعاهم بالشق الفتر بحذاهم ومشاو فما نعرف اللي معناها ناس الكل على فما ممثلين ما نشوف لي حل مشاو شقوا اي ما باب نعرف مع هو مع اي ما في القصر انا مشاو نعرف معني سمعت اوكي انت ليه وذيك حياتهم خاصه ما نجمش ما اي مش باش نسالك ما تسالنيش نعرف نعرف تمهيدك وهذيك بديت تغطي بالحق انت مشيت انا عمري ما مشيت الحق واضح جزء اسال نكملوا بهم الريبريك نتاعنا ذي شوف لي حل السؤال هذا يقول بالحق كانت فما فكره انه باش يتزاد جزء اخر العوام هذه لا لا فما اغزر فما جس نبض من برشا جهات نعرف اللي تم اقتراح باش تعمل معناها فيرسيون جديده فيرسيون جديده انا شوف لي حل فما فيه حاجات عرس من بين العرس سفيان شعري ربيع سفيان شعري خاطر تحب ولا تكره متسمي سبوعي سبوعي سمي على سبوعي وسليمان لبيث وقتها تقال برشا زاد فيلم وكلام اكيد سمعته تعويضه بجعفر القاسم حق انا شخصيا ما عمري ما خممت حاتم الحاج ميرسي بوكو كانت هذه الروبريك شوف لي حل باش نتعدى معاك توت سويت روبريك اخرى مازلنا مكملين معاكم في سارول وضيفنا حاتم